أهلا بكم مجددا. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما كلف فيه وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد من أجل توسيع السيطرة الروسية. تضمن المرسوم موافقة بوتين على اقتراح الحكومة الروسية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا بناء على البروتوكول رقم 1 الموقع في آب 2015 والذي نص على دخول روسيا بشكل رسمي عسكري في سوريا. تسرع روسيا من خطواتها المتتالية بغية إحكام سيطرتها على سوريا وترسيخ وجودها لآجال طويلة ضمن سلسلة إجراءات تتزامن مع قرب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، والذي يعتبره المراقبون القانون الأشد على نظام الأسد وحلفائه. أيام قليلة فصلت بين قرارين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأول متعلق بمنح السفير الروسي في دمشق صفة مبعوث رئاسي ليكون مشرفا مباشرا وبصلاحيات واسعة على كل التحركات الروسية في سوريا، ومن ثم مرسوم بمنح وزارتي الدفاع والخارجية صلاحية توسيع وإضافة بروتوكولات إلى الاتفاق الذي ولجت بموجبه روسيا عسكريا إلى سوريا الموقع في آب 2015. مرسوم بوتين الأخير يطالب بأن يكون البروتوكول الجديد الذي سيوقع مع الأسد يفضي إلى توسيع الوجود العسكري الروسي في سوريا بممتلكات غير منقولة في الأرض والبحر، مما يحول سوريا إلى قاعدة عسكرية كاملة لموسكو ويساعدها في عمليات التوسع ليس في النطاق الجغرافي الضيق وإنما إلى التمدد خارج الحدود الإقليمية. إذعان جديد من روسيا باتفاق تتم صياغته في موسكو وفرضه على الأسد، في حين تبقى المساحات الجديدة غير معلومة، وكذلك قيمة هذه البروتوكولات معلقة بانتظار ما سيفضي إليه قانون سيزر الذي عززته أوروبا بتمديد العقوبة على الأسد عاما إضافيا. هذا النموذج مشترك من المقاتلين الروس. وكان نظام الأسد وقع مع روسيا اتفاقا سريا في 26 من شهر آب عام 2015 يفتح باب الأراضي السورية على مصراعيه أمام جنود وأسلحة القوات الروسية ويحصنها من أي متابعة أو مساءلة قانونية أو قضائية. أرحب مجددا بعضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان وهو معنا من اسطنبول، كما أرحب بالسيد سامر الياس الصحفي المختص بالشأن الروسي من موسكو. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد الياس، ما الأهداف التي دعت بوتين إلى إصدار مثل هذا المرسوم؟ مساء الخير لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. بداية يعني يبدو أن الجانب الروسي يرغب بزيادة هيمنته ووصايته على الملف السوري بشكل كامل عبر هذه الاتفاقيات. هناك دواعي أمنية كما فسر الجانب الروسي هذه الخطوة بتوسيع قاعدة حميميم الجوية، نظرا لأنها لا تستطيع، يعني ليس هناك عمق كبير من أجل حماية هذه القاعدة، وأيضا من أجل أن تكون قادرة على استيعاب مزيد من الطائرات الكبرى وتوسيع مدرجاتها والأبنية الموجودة فيها. فيما يخص قاعدة طرطوس، أيضا الجانب الروسي كما نعلم
العالم، فإن هذه القاعدة كانت هي قاعدة صغيرة جدا وهي مركز من أجل صيانة بعض السفن، ولكن الجانب الروسي يرى بأنه بحاجة إلى تطوير هذه المنشآت من أجل أن تكون قادرة على استيعاب البوارج الروسية الكبيرة التي يمكن أن تقدم إلى هذه المنطقة. يعني هناك أبعاد أمنية أعتقد بالجانب الأول، لها علاقة أيضا بتطورات الأوضاع في سوريا وخشية روسيا من أن يكون هناك صراع في منطقة الساحل السوري بين أنصار رامي مخلوف وأنصار بشار الأسد، وحالة فوضى يمكن أن تنجم في حال استمرار يعني عمليات ملاحقة الفاسدين والمفسدين، وفي حال التحول إلى اقتصاد الفترة السلمية هذا يعني بأننا أمام حركة استهداف لمزيد من رؤوس الأموال الذين اغتنوا أثناء الحرب السورية، وهم بمعظمهم من الطائفة الداعمة للرئيس أسد ومقيمة في الساحل، فهناك خشية روسية من هذا الموضوع. أخيرا يعني يمكن القول أيضا بأن هذه التوسعة تسمح لروسيا بالقول بأن العملية وجودها في سوريا لا يهدف فقط لموضوع سوريا، نظرا لأن العمليات العسكرية الأساسية في سوريا انتهت، بل من أجل توسيع دورها في منطقة الشرق الأوسط ودخولها على خط صراعات جديدة في هذه المنطقة أو وساطات جديدة، نظرا لأن الوضع في سوريا أصبح أقرب إلى الاستقرار باستثناء مناطق شمال غرب سوريا، وهي مناطق تم التوافق بين الروس والأتراك عليها، وفي مناطق شرق الفرات نجد أيضا أن روسيا بدأت بتوسيع وجودها، ما يعني أن روسيا تراهن على وجود يتجاوز التدخل في الموضوع السوري إلى قضايا أخرى في هذه المنطقة. نعم سيد أحمد رمضان، مرحبا بك مجددا معنا. لماذا تريد روسيا الانتقال إلى الوجود القانوني من خلال هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يسمح بتوسيع مناطقها في الأراضي السورية وأماكن تواجدها؟ أكرر الترحاب بك وبالضيف العزيز وبالسادة المشاهدين. يعني لو لاحظنا الطريقة التي يتعامل بها بوتين مع سوريا الآن، هو لا ينظر للدولة السورية على أنها دولة ذات سيادة كما يزعم الروس في كل مرة يكتبون فيها بيانات، يزعمون حرصهم على ذلك، لكن في واقع الحال هو يتعامل الآن مع دولة ونظام يعتبره تابعا له، ولذلك يتعامل معه بأمر رئاسي ويحول السفير إلى مبعوث خاص وكأنه يتعامل مع إحدى الدول التابعة للاتحاد الروسي. النقطة الثانية، هناك حرص روسي حقيقة على وضع اليد على الدولة السورية بما في ذلك المطارات، الموانئ، المؤسسات السيادية، كل شيء يمكن أن يعبر عن رموز سيادية للدولة السورية، ولذلك نجد الآن أنه هناك محاولة للسيطرة على الشريط الساحلي كاملا بالنسبة لروسيا، وهذا الشريط من المعروف أن سوريا حاليا يعني حدودها البحرية محدودة، ويريد أن يضع يده على عمق أيضا الساحل، يعني العمق البحري الذي البري الذي يسند الشريط الساحلي، وبالتالي هنا يسيطر على غرب سوريا تقريبا، هذه المنطقة الحيوية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الاتجاه الروسي الجديد الآن إلى القامشلي للسيطرة على مطار القامشلي، السيطرة على مطار دير الزور العسكري، على بناء قواعد عسكرية في شرق سوريا، التوجه نحو جنوب سوريا، إذا نحن نتحدث عن سيطرة مطلقة. هو يريد هذه السيطرة بتفاهمات لمدة 49 سنة، يحاول أن يجددها مرة أخرى، يعني نتحدث عن العشرية الأولى من القرن الثاني والعشرين وليس الحادي والعشرين، ويعتقد بوتين أنه في حال التوجه نحو اتفاق أو تسوية سياسية في سوريا يستطيع أن يفرض هذه المعادلة المجحفة الظالمة القسرية على السوريين من خلال هذه الاتفاقات. وأعتقد أن الروس لا يدركون تاريخ سوريا ولا يدركون تاريخ مقاومة الشعب السوري لكل أنماط الاستعمار التي واجهها خاصة في القرن الماضي. نعم سيد الياس، هل تستطيع روسيا اللعب على قانون قيصر من خلال هذا الإجراء؟
لا أعتقد بالمطلق هذا الموضوع، هناك ترويج في داخل أروقة النظام الذي دائما وأبدا يتغنى بالسيادة ويقول بأن روسيا حليفا، بأن روسيا حليفا استراتيجيا له، بأن هذه الخطوة هي السباق لقانون قيصر من أجل أن تسيطر روسيا على الموانئ البحرية السورية، ولاحقا يمكنها أن تدخل بعض المواد وأن تدخل موضوع إعادة الإعمار. هذا الموضوع بالمطلق غير وارد، نظرا لأن العقوبات سوف تطال الشخصيات والشركات التي تتعامل مع النظام السوري في موضوع إعادة الإعمار، وهذا لا يمكن لروسيا أن تقوم بهذا الدور وأن تلعب هذا الموضوع عبر ميناء طرطوس أو توسيع ميناء طرطوس أو الأماكن الأخرى أو توسيع مطار حميميم. هنا الشيء الرئيسي الأساسي بأن روسيا يمكن أن تقدم على شحن الحاجات الأساسية لها وبالنسبة لجيشها إلى هذه المناطق بشكل أكبر وبشكل أكثر، ولكن أن تقوم بالتأثير على قانون قيصر فهذا الموضوع غير وارد. ولنأخذ بعين الاعتبار دائما وأبدا أن روسيا تبحث عن صفقة دولية أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الأزمة السورية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا تبدي اهتماما كبيرا بهذه الصفقة، ولذلك الجانب الروسي غير قادر على تسويق هذا الموضوع في الفترة القريبة المقبلة. النظام سوف والروس سوف يعانون من قانون قيصر، لأن أي شركة يجب أن توصل معدات إلى سوريا يجب أن تثبت المستخدم النهائي لهذه المعدات، وقانون العقوبات يطال كل هؤلاء وكل من يريد أن يساعد النظام السوري على إعادة بناء الاقتصاد وعلى إعادة الإعمار. لذلك بالمطلق لا أعتقد بأنه يمكن أن تخدم هاتين الخطوتين، يعني السيطرة على أو توسيع قاعدة حميميم وطرطوس، تعطيل قانون قيصر الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية الشهر المقبل، والذي سيكون نقطة يعني قاسمة وتحد من تأثير الجانب الروسي وتحد أيضا من قدرات النظام وداعميه على مواصلة دعمه في الفترة القريبة المقبلة. نعم سيد أحمد رمضان، أنتم في المعارضة، ما هي الآليات أو ما هي الإجراءات الموجودة بين أيديكم لمنع حدوث ما تريده موسكو في سوريا؟ يعني دعني بالبداية أشير إلى أنني أتفق مع ما تفضل به السيد سامر تماما، وأضيف إلى أن الروس الذين أخفقوا في تحويل يعني تدخلهم العسكري إلى مكاسب سياسية من خلال فرض تسوية على مقاس مصالحهم، يحاولوا الآن أن يفرضوا وقائع استراتيجية في وجه ليس فقط سوريا، في وجه العالم العربي، في وجه أيضا المجتمع الدولي. ولذلك نحن عندما نتصدى الآن للفعل الروسي والتصرف الروسي ونعتبره تصرفا غير شرعي وإجراءات غير شرعية أبدا باطلة، نحن أيضا نستعين بالمجتمع الدولي ونستعين بالدول الشقيقة التي نطالبها أيضا أن لا تعترف بأي إجراء يقوم به الروس على صعيد الهيمنة الآن أو توقيع اتفاقيات كما فعلت إيران مع النظام، إرغام النظام على توقيع اتفاقيات من أجل المساومة على بقاء هذا النظام يقوم بتسليم سوريا الأرض. نعم وسوريا الاتفاقية، يعني الاتفاقية تنص سيد رمضان على أن هذه الإجراءات تخص هذه الحكومة، حكومة النظام والحكومات المقبلة. ولذلك قلت أن الروس يريدون أن يفرضوا وقائع مستقبلية، بمعنى آخر عندما تحدث هذه التسوية هم يفترضون أن الجهة التي ستأتي ستقر بالالتزامات السابقة التي وقعها النظام. هل من إجراءات قانونية، عفوا للمقاطعة، هل من إجراءات قانونية في حال سقط النظام يمكن أن تطبقوها على الأرض من أجل إيقاف هذا البروتوكول أو هذه الاتفاقية؟ نحن كنا واضحين في أكثر من مناسبة في اللقاءات مع الأمم المتحدة، مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة، مع أطراف دولية، بأن الإجراءات التي يقوم النظام باتخاذها وتحديدا من 2011 إلى الآن وتتناقض أيضا مع المصالح السورية، تتناقض مع واجبات سوريا وحقوق الشعب السوري كدولة، فهي مرفوضة وغير مقبولة. وأعتقد أن القضية لا تتعلق هنا فقط بموقف المعارضة، الشعب السوري بأكمله لن يوافق على أن يتم بيع سوريا بهذا الشكل الخسيس الذي يقوم به النظام، وهو تسليم سوريا كدولة ومؤسسات لدولة محتلة الآن، وتسليم المطارات والموانئ وتسليم الأراضي
وجعل الجنود الروس الآن فوق القانون، وجعل رجال الأعمال المافيا الروسية أن تأتي إلى سوريا وتعتبر نفسها دون فوق القانون. والحقيقة ليس غريبا على النظام الآن، حزب الله يستخدم سوريا كممر لتجارة المخدرات كما نشاهد الآن، إيران تستخدم سوريا كممر أيضا لمصالحها في كل شيء. هذا النظام أدخل الإرهاب وأدخل الاحتلال إلى سوريا، ولذلك كل العالم يعتبره نظام غير شرعي. نعم سيد سامر الياس، سؤال أخير وباختصار لو سمحت. تحدثت في بداية المحور عن أن أحد أهداف روسيا أنها تريد توسيع دورها في الشرق الأوسط، ماذا تريد روسيا وإلى أين تنظر من خلال يعني طرح هذا المرسوم؟ يعني حقيقة توسيع القواعد الروسية وهذا الانتشار الكبير فيها في الفترة الأخيرة يعني بأن روسيا تريد أن يكون لها دورا أكبر في موضوع في العراق، في حل الأزمة الفلسطينية السورية بشكل أكبر. وهناك هدف استراتيجي آخر بأنها تريد أن تثبت هذا الوضع من أجل دور أكبر في كامل البحر الأبيض المتوسط إلى الشواطئ الجنوبية من أوروبا. هذا الموضوع مقترن أساسا بمواضيع مشروعات الطاقة التي تصر روسيا على أن تكون جزءا فعالا فيها، لأنه في حال استثمار الحقول الجديدة في الغاز والنفط في الشرق الأوسط في الشرق المتوسط وإيصالها إلى أوروبا، فإن هذا يعني أن روسيا تفقد عصاها الغليظة المسلطة على الجانب الأوروبي منذ سنوات طويلة، وهي قصة الغاز والنفط. لذلك أنا أعتقد بأن روسيا لها أهداف تتعلق باقتصادها بموضوع الطاقة، لها أهداف تتعلق بتدخلها حاليا في ليبيا أو في البلدان العربية الأخرى. الجانب الروسي أعلن أنه يعني داعم لوجود دولة إسرائيل، رغم أنه يعلن بين الفينة والأخرى بأنه يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن عمليا لا يوجد أي مواجهة ودعم أشكرك. للفلسطيني في وجه هذا المشروع، ونظرا لأنها أيضا تسعى لدور أكبر في العراق ولبنان وسوريا. الصحفي المختص بالشأن الروسي سامر الياس، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. كما أشكر السيد أحمد رمضان عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، كان معنا من اسطنبول، والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة، دمتم بألف خير.